أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو ذهب أحد الطلبة إلى الأماكن التي تعبد فيها القبور لدعوة الناس إلى الله وبيان أن فعلهم شرك، فإنه يعرض نفسه إلى القبض والإيذاء من الشرطة، يقول: فما العمل حيال ذلك؟ أي نعم، ما يروح لها إلا بإذن من ولي الأمر، حتى ما يتعرض له الشرطة ولا يتعرض له معارض، يأخذ إذن من حكومة البلد. نعم.